قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن الحرب على داعش في سوريا لا تزال مستمرة. وأعلن ماتس خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الفرنسي في باريس وزيرة الدفاع عن تشكيل قوة أمنية مدربة لمنع ظهور داعش مجددا في سوريا. وأضاف ماتس أن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا زاد إلى مثليه.